هل لكم تعليق شيخنا الحبيب حول ما ايه الحين ذكره؟ دورنا. الحديث تفضل شيخنا. نعم. الحديث بالنسبة لهذا الحديث، عبد الحسين شرف الدين ذكر حديثا طويلا وادعى كعادته أنه رواه أهل السنن بالطرق المجمع على صحتها، وقال إنه يحتوي على 10 فضائل لعلي، لم يذكرها بالعشر هكذا كذلك يعني أحد إلا يعني قلة. لكن على كل حال هذا الحديث طيب مداره على أبي بلج كما ذكر شيخنا حفظه الله تعالى يحيى بن سليم الفزاري، وهذا مختلف فيه كما ذكر شيخنا. وأبو بلج يعني إذا كان شخصا مختلفا فيه على هذه الحالة كما كان وحال أبي بلج زين، فينظر هنا في كلام العلماء فيه، فهم بين موثق ومضعف له. وكلام الشيخ أنا رتبتهم على سني وفاتهم، لأن كلام الشيخ حقيقة اختصر هذا كله حفظه الله تعالى. فيكفي أنه قال يعني في هذا الحديث أنه لا يعلم أحدا، والشيخ حجة في هذا إن شاء الله تعالى من العلماء المتقدمين صحح هذا الحديث. يكفيك أن ضعفه أحمد وذكره من مناكيره، والترمذي ذكر يعني جزءا من الحديث وضعفه، والذهبي ذكر هذا الحديث من مناكيره، وابن تيمية كذلك، وابن رجب كذلك، وابن الجوزي ذكره في الموضوعات أيضا جزءا من هذا الحديث. يعني هذا كلام ابن رجب الذي ذكره الشيخ، أنا نقلته، يقول ابن رجب عن أبي بلج يروي عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس عن النبي أحاديث منها حديث طويل في فضل علي أنكرها الإمام أحمد من رواية الأثر، وقيل له أي لأحمد عمرو بن ميمون يروي عن ابن عباس باستفهام، قال ما أدري ما أعلمه. وذكر عبد الغني يقول ابن رجب وذكر عبد الغني بن سعيد المصري الحافظ أن أبا بلج أخطأ في اسمه عمرو بن ميمون هذا، وليس بعمرو بن ميمون المشهور، وإنما هو ميمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة، قال وهو ضعيف، ثم قال وليس هذا ببعيد. إذا أضفت إلى هذا وسمعت كلام ابن حبان رحمه الله تعالى في عمرو بن ميمون يقول عفوا في أبي بلج يقول أبو ابن حبان كان ممن يخطئ ولم يفحش خطأه حتى استحق الترك، ولا أتى منه ما لا ينفك منه البشر، فيسلك به مسلك العدول مسلك العدول، فأرى أن لا يحتج بمن فرد من الرواية، وهم من استخير الله فيه لا يحتج بمن فرد من الرواية. هذا كلام ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. وهنا كذلك محقق مسند أحمد قالوا إسناده ضعيف بهذه السياقة بذكر الفضاء المجتمعة، ثم قال أبو بلج وإن وثق غير واحد قال فيه البخاري فيه نظر، وأعدل الأقوال في أنه يقبل حديثه فيما لا ينفرد به كما قال ابن حبان. طيب وفي متنه ألفاظ منكرة، سيأتي ذكر على هذه الألفاظ، فالذي ترتاح إليه النفس حقيقة في أبي بلج ويتفق مع قواعد الجرح والتعديل الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه في نصرة بدعته منفردا به، فهو انفرد بهذا الحديث سيء الحفظ أو في حفظه شيء، لا يحتجون بما انفرد به كما قال ابن حبان. طيب ثم جاء بمتن منكر ثم يؤيد بدعته وهي التشيع الذي تلبس به. فإذا أضفت إلى هذا أن الإمام أحمد زين ذكر هذا الحديث من مناكيره، ابن عدي ذكره من مناكيره، الذهبي ذكر هذا الحديث من مناكيره، طيب وابن تيمية ضعف هذا الحديث مع ابن كثير مع الذهبي مع أحمد مع ابن عدي مع ابن الجوزي، طيب بعد ذلك تعلم نكارة هذا الحديث. هذا أمر شيخنا. إذا تنازع أهل الجرح والتعديل في رجل، نعم، أليس الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ وهذه قاعدة أيضا عندهم أن الجرح مفسر، لكن